ايوه نزلني قدام شويه واني كمان هننزله معاكي هنا. ده 10 ابليس، انت ما هتنزلش الا على جبرك. ليه؟ ماني لسه قايله لك ان منار دي عيانه وبتهيألها حاجات. الحوارات دي تعملها على حد غيري وانت قابله متشكرين. خلي بقيت حاجك وقف على جنبي يا ولد عمي. سلمتني يا اختي وقبضت التمام منك لله مش مسامحاكي. تعرفي تسمعي انا سكتك ولي عليا الطلاق بالثلاثه اقطع لك لسانك باللغلغ ونفخ. ليه يا عم تقطع لساني ليه؟ ماني مش منار ولا مرات زياد، اني واحده تانيه بس شبهها. وانا هتوه يعني عن مرات اخوي؟ يا عم مرات اخوك ماتت وزمانها بتتحاسب دلوقتي. على اساس يعني ان انا ما شفتكيش بدل النوبه 10؟ الله يرحمك يامه، عمرها ما ارتحت لك. يا عم وترتاح لي ليه؟ هي تعرفني منين عشان ترتاح لي؟ ايوه تعرفك زين، كان دايما تقول لي اخوك لف حوالين رقبته حيه، وفعلا طلع كلامها صح. طب بس اسمعني اسمعني، منار اللي انتوا بتدوروا عليها دي رمت روحها قدام القطر واني شفتها بعيني. طب وديني الفندق وانا كمان هوريك بطاقتي. بلاش اديني محموله، اكلم حمو وهو يقولك على كل حاجه. حموه ويطلع من حمو ده شريكك ولا عشيقك؟ انت خلاص انكتب عليك الموت، انت بتتفرج على فيلم عربي. ما تطلع يا ولد عم. بس يا عم اتفرج. ما تطلع يا عم. طيب لا ويخرب يا عم اطلع. الصحراوي شوف لنا اي مدك خش فيه عشان نتويها. طيب خرج ريفك يا شيخ. وقف يا ولد عم، خلاص انت ترشح برا العربيه. رجع تاني يا ولد مرنيس. رجع تاني يا ولد. ايه القرف ده؟ نزلني انتزل معاه يا ولد عم. اي حركه خدر تخاء. حاضر يا كابتن. انزل رجع. ايه القرف ده؟ رجع تاني. ايه القرف ده؟ والله لو كنت خلص طابونا لديني. Police, come here! Police, come here! Here come! Here come! Here come! Here come!